بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مقلب الليل والنهار، تذكرة وعبرة لأولي الأبصار، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا مع حلقة قرآنية جديدة في يوم جديد من أيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، من هذا اليوم العامر بالإيمان وتلاوة القرآن والصيام. نرحب بداية بضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ خالد. أهلا أخي الكريم، ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أعزائي المشاهدين، توقفنا بالأمس في رحلتنا المباركة مع سورة الكهف عند الآية 78، اليوم مع الآيات المباركات من الآية 79 إلى الآية 82. بداية نستمع خاشعين منصتين للآيات المباركات برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. هيا أعزائي المشاهدين نتعلم كيف نرتل القرآن كما كان يرتله الرسول عليه الصلاة والسلام مع فضيلة الشيخ خالد. سريعا مع فضيلة الشيخ، تفضل يا شيخ. شكرا، جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مع خاتمة القصة وقبل أن ننتهي منها وأن نبدأ معها تلاوة، يجب أن نذكر بشيء هام على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. هذا أدب النبي موسى مع اتباع العبد الصالح تذللا وتأدبا، طالبا مع أستاذه. فكيف بنا مع كتاب الله في هذه الأيام ونحن نصحبه سماعا وتلاوة وقراءة وحملا إلى ما ذلك؟ هذا أولى بالأدب مع الآية الأولى، بعد أن تستعيذ وبعد أن تبسمل، لأن الكلام القادم من كلام العبد الصالح. بدأ يفسر لسيدنا موسى ما كان من هذه الأمور. أما حرف تفصيل وشرط، الأمر الأول، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وسأقف هنا لأن نفسي قصير. في هذه الجملة أنتبه إلى اللام غير الملفوظة في كلمة السفينة، هكذا، أما السفينة فكانت، والتاء ساكنة،
فكانت لمساكين بعد السين ألف لمساكين، لأنك قد تقرأها لمسكين، لا هناك ألف بعد السين فتنبه له، لمساكين يعملون في البحر. في البحر لما جاء قف كده وأخلي بالي من الباء والراء تكون مفخمة، وبلاش نخش في تفاصيل كتير عن كده، خلنا في الأول كده في الإطار العام الذي يتعلم منه الكل. في البحر هكذا، جميل. دي الجملة الأولى. سمعت مني مدود زائدة، سمعت مني غنى، فيش. فين يا عم الشيخ عدت منك؟ فين؟ طب قولي. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، هي المين بس؟ تمام، الله يفتح عليك. الجملة الثانية، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك. هقف برضو هنا عشان نضيق النفس. طيب تعال نطلع اللي معايا فيها. فأردت، تسمح مني كده، فأردت يعني من الراء إلى التاء مباشرة. سمعت مني دال؟ لا، الدال أدغمت هكذا. فأردت أن أعيبها وكان، شفت لما نفسي ضاق عملت إيه؟ وقفت على طول أهو. وكان الكلمة اللي وقفت عليها، وكان وراءهم ملك. أدي المد المتصل، وهتمد أربعة هتوصل. وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أخلي بالي من إيه؟ من وصل كلمة وراءهم بكلمة ملك. عانى في غنة، فين غنى التماثل؟ وراءهم ملك، أدي رقم واحد. ملك يأخذ، أدي اتنين. يأخذ كل سفينة غصبا، وأبين النون الملفوظة ما بين كلمة سفينة وبين كلمة ابتداء غصبا. مفيش نون يا عم الشيخ؟ لا في نون بس انت مش واخد بالك. طب اسمع كده، سفينة غصبا، دي نون التنوين الملفوظة التي هي مشار إليها بشرطتين تحت التاء المربوطة، وغصبا دي آخر كلمة في الآية الأولى اللي معانا النهاردة اتفاقا. نخش على الآية الثانية، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. إيه ده؟ أنت وقفت ما كملتش. أيوة، أصل كلمة مؤمنين من كثرة ما بتقرأ ممكن تقرأها مؤمنين. لا لا لا، هو بيتكلم على الأب والأم، كانا مؤمنين، فده مثنى مش جمع. تاني كمان مرة ارجع معاي. وأما الغلام، أما خلاص عدت الغلام، هخلي بالي من الألف اللي بعد اللام، فكان أبواه والألف مؤمنين، نيني هكذا، خلي بالك، مؤمنين فخشينا، جميل، وتخلي بالك بقى من الخاء المفخمة، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يبقى أخلي بالي معايا إيه في هذه الآية؟ واحد المد المنفصل، اتنين الغنة، فين؟ أن يرهقهما، وكلمة يرهقهما وإنت بتقرأها بالراحة. ليه؟ أولا كبيرة، اتنين عشان تبين الضمير اللي جاي ده رايح فين وجاي منين، وتخلي بالك من علامة التثنية القادمة في آخر الفعل، يرهقهما هكذا، طغيانا، وتخلي بالك من ألف بعد الياء، طغيانا وكفرا، وأدي كمان الإدغام وفي غنة واقعة بين كلمة طغيان وبين كلمة كفرة هكذا، طغيانا وكفرا، وكلمة كفرة هي خاتمة هذه الآية، وهذه فاصلة باتفاق، يعني آية الآية التي تليها. فأردنا أن يبدلهما، ده مش وقف. طب ليه وقفت؟ عشان أنبهك لتشكيل كلمة يبدلهما زي ما سمعتها مني كده. تاني كمان مرة، فأردنا أن يبدلهما في هذه الرواية، فتخلي بالك خلاص كده، يبقى هخلي بالي من إيه؟ من المد، فأردنا أن، ومعايا الغنة، أن يبدلهما، والتشكيل بكسر الدال
خفيفة ومعنى اللام بعدها مفتوحة هكذا يبدلهما ربهما خيرا منه وإسناد الضمير فيما سبق فخشينا إلى آخره إنما من قبيل التواضع من العبد الصالح على حد قوله اهدنا الصراط المستقيم وإسناد الضمير هنا لله عز وجل إنما لبيان رحمة الله عز وجل مع هذا تلطفا فأردنا أن يبدلهما ربهما وتخلي بالك من ألف التثنية دي خيرا منه زكاة وأقرب رحما يبقى خلي بالي في هذه الآية من ماذا؟ المد المنفصل قلناها الغنة في الإدغام قلنا وقلنا يبدلهما طيب وإيه تاني؟ كلمة زكاة فالألف رسمت واوا وفوق الواو ألف صغيرة فتقرأها كده زكاة ماشي الكلام؟ زكاة وأقرب رحمة وكلمة رحمة هي خاتمة هذه الآية اتفاقا وتخلي بالك من القف والقلقلة الآية التي تليها وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة ممكن تقف هنا كده عشان النفس وتخلي بالك مما تكرر فين أما وتخلي بالك من الجدار اللام واضحة لغلامين الألف اللي بعد اللام يتيمين الكلام لمثنى خلي بالك يتيمين في المدينة وتبدأ الجملة اللي بعدها وكان تحته كنز لهما وممكن تقف هنا علشان النفس وخلي بالك مكان الغنة كنز لهما الغنة الإخفاء في النون التي بعدها الزاي في كلمة كنز لهما إنما اللام المشددة ما فيش فيها غنة خلي بالك الجملة التي تليها وكان أبوهما صالحا ممكن تقف برضو هنا وتخلي بالك من المد الطبيعي فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ممكن تقف هنا النفس عشان معك المد المنفصل وتخلي بالك من الغنة في الإدغام أن يبلغا وتخلي بالك من الترقيق في اللام والتفخيم في الغين بعد ذلك وتبدأ ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك التشكيل رحمة من ربك يعني التاء مفتوحة مفتوحة وصلا إنما لو هتقف هتبقى تاء مربوطة بتوصل بتاء مفتوحة فهي هنا تاء مربوطة اتفاقا فخلي بالك الجملة التي تليها تبين أن كل ما صدر منه إنما هو بأمر من الله عز وجل وليس مما ارتآه سيدنا موسى من نفسه ألا وهي وما فعلته عن أمري أخلي بالي من الهاء والصلة اللي بعديها والنون في كلمة عن أمري فالأمر بخلاف الإمر فلقد جئت شيئا إمرا شيئا فظيعا عن أمري الهمزة مفتوحة وهناك الهمزة مكسورة عشان تخلي بالك من التشكيل ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا حذف تاء الافتعال إذ الأصل تستطيع من استطاع حذفت الياء للجزم وللساكنين ده رقم واحد إنما الجزم فين؟ على العين ساكنة والياء اللي قبل العين حذفت لأن التقاء الساكنين طب والتاء اللي قبل الطاء حذفت تخفيفا كما قال الطاهر حتى ينوع في اللفظ بين هذا وبين ما سبق وتنبه للهاء في قوله عليه صبرا أن الهاء في هذه الرواية مكسورة وخلي بالك من الصاد المفتوحة وبعدها الباء المقلقلة والراء مفخمة ومد العوض نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق وهذا آخر ما ذكره القرآن عن هذا العبد الصالح ولم يعلم عنه شيئا بعد ذلك هذا ما نبه إليه الطاهر فاحذر أن يقال لك شيء بخلاف هذا والحمد لله جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ خالد هكذا أعزائي المشاهدين من أجل التلاوة الصحيح استمعنا إلى الآيات المباركات واستمعنا إلى هذا الشرح الجميل من فضيلة الشيخ خالد بقي لنا معكم أن نستمع إلى ترتيلكم المبارك للآيات المباركات ولكن بعد هذا الفاصل القصير فكونوا معنا Thank you.
أعزائي المشاهدين، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع كلمات الله البينات في سورة الكهف من الآية 79 إلى الآية 88. هنبدأ معكم أعزائي المشاهدين في عرض التلاوة على فضيلة الشيخ خالد، ووفاء بالوعد المشاهدين الكرام كان معانا امبارح الحاجة زينب والحاجة موائل، وللأسف وقت البرنامج انتهى، البرنامج اتصل بيهم، وهنبدأ مع الحاجة زينب من القاهرة. السلام عليكم يا أمي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، اتفضلي يا أمي. بارك الله في جميع العاملين في القناة. آمين آمين يا رب. الله يكرمك يا أمي، اتفضلي يا أمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أحسنت يا حجة زينب، ربي يبارك فيك. وخلي بالك من التفخيم في قوله يستخرج، الخاء والدرجة والتاء من قوله تستطع. الله يفتح عليك. بشكرك يا حجة زينب. الحجة موال من دمياط، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا الله يحفظك. آمين يا رب، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. كمان مرة كده، أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. كمان مرة، لغلامين يتيمين في المدينة. أيوة. وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. كنزهما رحمة من ربك. وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ربنا يبارك فيك. الله اللي قلناه فيك كفاية، بس محتاج تلمين شوية. الله يفتح عليك يا حاجة موائل. شكرا لك يا حاجة موائل. أهلا وسهلا بالحاجة أمال من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بارك الله فيكم يا رب. وإياك يا أمي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ممكن نقول فخشينا أن، وابدأ أن يرهقهما. حاضر. فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ربنا يبارك فيك يا حاجة أمال. شاكرين للحاجة أمال. هنروح سريعا للمغرب الشقيق وهنرحب بالحاجة نادية من المغرب. أهلا وسهلا يا أمي. جزاكم الله خير، كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دايما أعزائي المشاهدين بنسمع التلاوة من الحاجة نادية برواية ورش المصري عن الإمام نافع المدني. اتفضلي يا حاجة. جزاكم الله كل خير. أريد أن أسأل شيخي، هل ممكن أن يعلمني كيف أنطق فانطلق؟ لأن النون مفخمة، الغنة النون مفخمة. هو الشيخ مع حضرتك، حضرتك وجهي له السؤال، هو مع حضرتك. أيوه اتفضل. نعم أيوه حاجة نادية. نعم معاك الشيخ، حضرتك شوفي السؤال اللي أنت عايزاه، بس علي الصوت شوية عشان الصوت واطي شوية. إن شاء الله شيخي، أرجوك أن تعلمني كيف تلفظ كلمة فانطلق كما لفظت بها الآن. فانطلق هكذا، فانطلق فانطلق. وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاي أو للظاء قبل تنزلا إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم. ماشي الكلام؟ يبقى الطاء مفتوحة هتفخم، ماشي أصلها، واللام بعدها تبع، هكذا فانطلق. سمعتيني؟ وإياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهق
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ما ينفعش كده، الصح عشان أجيب التلاوة سليمة وعارف النفس قصير أقرأها كده: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لما أجد نفسي قصير أو ضيق أقسم على قدي عشان أجيب الأحكام منضبطة. كمان مرة أبدأ: فخشينا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الإدغام مش واخد حقه هكذا. فأردنا مش أي، ولا تقرأي حاجة تانية غير ورش. أن يبدلهما، فأخلي بالي من الغنة. كمان مرة: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه وزكاة. واحدة واحدة. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأقرب رحما. أيوة كده. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما. هنا تم الكلام. أبدأ: وكان أبوهما صالحا. إنما وكان تحته كنز لهما. وكان إيه يعني؟ فين متعلق كان؟ ينفعش، فأخلي بالي، لأن كان اللي جاية ديت متعلقة بأن الأب والأم كانا صالحين، مش متعلقة بالكنز، فأخلي بالي. عطف الجملة على الجملة، ما جيبش متعلق من جملة لجملة أخرى. وكان أبوهما صالحا. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. الألف تابع للغين. أن يبلغا أشدهما، ما أقولش يبلغا، لا، يبلغا أشدهما، ويتبع ما قبلها الألف. التدخين. نعم. أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. أحسنت يا حاجة نادية، ربنا يبارك فيك، جزاك الله كل خير. شاكرين للحاجة نادية، وبنرحب بالحاجة أم خالد من اسكندرية. سلام عليكم يا أمي. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلا كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير يا أمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا.
يرهقهما. أي يرهقه، لا يرهق، يرهقهما طغيانا وكفرا، طغيانا وكفرا، طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما، يبدل، يبدلهما ربهما خيرا، ربهما، ربهما خيرا، ربهما خيرا منه. يا أمي خير ما ينفعش منه. أبدأ كده يعني قول إيه؟ أن يبدلهما ربهما خيرا منه، وابدأ خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أن يبدله، أن يبدلهما ربهما خير. يا أمي خير، قولي ورايا كده. أن يبدلهما ربهما خيرا، أن يبدل، أن يبدلهما ربهما خيرا. يا أمي نعم، أخلي بالي في ألف بتاكل معايا. أن يبدلهما ربهما خيرا، أن يبدلهما ربهما خيرا. طيب. خيرا منه، خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين، لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، أشدهما ويستخرج كنزهما. وليها كده ورايا، ويستخرج، ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. وليها الكلمة دي واحدة بس كده، فعلته، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. فاضل كلمة واحدة بس قوليها وخلاص على كده. اتفضل. ربهما، ربهما، بس كده ممتاز، الله يفتح عليك. شكرا لك يا حاجة أم خالد، بتقدم خالص الشكر لكم أعزائي المشاهدين، وبعتذر للحاجة أم أسماء، يعني إن شاء الله تواصلي معنا غدا يا حاجة أم أسماء. هو كده الوقت الجميل بيعدي بسرعة، زي ما رمضان بيعدي بسرعة متسارع بطريقة غير طبيعية، لكن بتقدم خالص الشكر لشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، غدا نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.